الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه الدارين آمين. الباب 34 من الكتاب 44 كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. والأسماء علم على الذات، والنبي له أسماء كثيرة وألفت فيها كتب. أسماء النبي دي تألف فيها كتب، بعضهم أوصلها إلى 1000 اسم، والبعض الآخر أوصلها إلى 700. الكل اجتهد بقدر طاقته. القاضي عياد في الشفاء أوصلها إلى أكثر من 70 اسما أو 80 اسما. وفي دلائل الخيرات سيدي محمد الجزولي اجتهد فصلى على النبي بأسمائه فوصل بها إلى حوالي 203 اسم، وهي مكتوبة على جدار المسجد النبوي من أول باب السلام إلى المقصورة الشريفة، وكتبناها في المسجد عندنا فوق، موجودين في جدار المسجد اللي فوق. فأسماء النبي محل بحث للعلماء، وهي أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 51 بعد 206,000، قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قول النبي أنا محمد هذا اسمه في القرآن صلى الله عليه وسلم، واسمه في الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أو أحيد، أحيد أو أحيد. ومحمد الميم ميم الملك، والحاء حاء الرحمة، والميم الثانية ميم الملكوت، والدال دال الدوام صلى الله عليه وآله وسلم. أما أحمد فهو أحمد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والألف ألف الأحدية، والحاء حاء الرحمة، والميم ميم المكونات التي فكت في محمد فصارت ملك وملكوت، ميمين، والدال دال الدوام. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، والوهابية يعتقدون أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي محى الكفر من جزيرة العرب، شيء عجيب الشكل، وأن الكفر دخل في جزيرة العرب، وأن محمد بن عبد أزال الكفر وقتل المسلمين بعدما كفرهم وقال أنه محى الكفر. النبي يقول أنا الماحي، ومحمد بن عبد يقول أنا محوت الكفر، يقولون عنه ذلك حتى تعرف كذبهم وجهلهم. عليك أن تعرف كذبهم وجهلهم. فالنبي ماحي الكفر صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لاحتجنا لنبي آخر، ولكن هو خاتم الأنبياء. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر،
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. الحاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بعثا، وبعده القيامة ثم الحشر والنشور، وأنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، أي أنه جاء عقب الأنبياء فلا نبي بعده. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني خلفي إثري، يبقى على قدمي يعني على أثري أي بعدي، لأنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ثم بعد ذلك سائر الخلق. وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، يعني ليس بعده نبي، أنا العاقب الذي عقب الأنبياء فليس بعده أحد أي نبي. وقد سماه الله رؤوفا رحيما وصفه بوصفه وخلع عليه من وصفه ونعته، فسماه رؤوفا وسماه رحيما. ووصف الأنبياء بعليم وحليم وغير ذلك من صفاته العلى سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفرة، وفي حديث شعيب الكفر الذي يمحى بي الكفرة، بدل ما قال الكفر اليمحى بي الكفرة في الرواية الثانية اللي هي رواية عقيل اليمحى بي الكفرة مكان الكفر يعني. وفي حديث شعيب الكفرة يمحى بي الكفرة، يمحى بي الكفر هتبقى ايه؟ نائب فاعل. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر. المقفي بمعنى برضو الإيه؟ العاقب، يعني أقتفي أثر الأنبياء أو الأنبياء يقتفون أثري لأنهم مبعوثون الأنبياء وممدون من روحانية النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور جسده. والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ثانية ونبي الملحمة في غير مسلم، الملحمة اللي هي الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله والقتال. باب علمه صلى الله عليه وآله وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثمرة العلم الخشية، ثمرة العلم النافع هي الخشية، وكأن علم النبي علم نافع فأثمر خشية، ولما كان النبي أعلم الخلق بالله كان أخشاهم لله.
صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبيه الزبير بن العوام. خاصم يعني حدثت خصومة ومشادة بينهم. خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج هو مسيل الماء، عارف انت ماء المطر لما ينزل ويتخذ له مجرى في وسط الصخور، هذا المجرى يسمى مسيل الماء، هذا يسمى شراج. يبقى الشراج هو مسيل الماء وسط الصخور. خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر. كان الماء يمر على أرض الزبير الأول وبعد كده يمر على أرض الأنصاري. فالأنصاري قال له إيه؟ قال له أنا عايز أروي قبلك، سيب لي المية تسرح تيجي على أرض أنا الأول وبعدين يبقى اروي بعدي، بس انا ارضي. احنا عندنا المصريين يقول لك ايه؟ الميه ما تمرش على العطشان. يعني العطشان الاول يشرب وبعد كده يروح يدي اللي جنبه. فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، ان الانسان طالما يمر عليه الماء اولا فيبقى ياخذ حظه منه، ثم ما زاد عنه يعطيه لاخيه بعده وهكذا. ده الترتيب كده. الانصاري عايز يغير الترتيب. قال للزبير ايه؟ سرح لي الماء. كويس؟ فحصل مشده. الزبير قال له لا، الميه بتمر على الارض الاول. اسقي الاول وبعدين اسيب لك الميه. حصلت مشده ومخاصمه، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. يعني قال للزبير اسقي، يعني خد جزء بسيط، اسقي الاول كده وسيب لجارك وبعد كده ما جارك يخلص يبقى كمل انت السقي. يعني كأن النبي جعل ايه؟ اراد للزبير ان يتنازل عن بعض حقه علشان يؤثر ايه؟ يؤثر الاصلاح بين الناس. والزبير ابن عم النبي، ابن عمة النبي، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع مودة قرابة. فالنبي جاء عليه ولم يعطيه حقه كاملا، واخد بالك، وقال له اسقي يعني حاجه بسيطه، سقيه بسيطه ثم ارسل الى جارك، وبعد ما ينتهي جارك يبقى انت اكمل سقيتك، من باب حسن الجوار يعني. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك، يعني برضه غضب النبي خلى الزبير يتنازل، ورغم من كده برضو الانصاري غضب. فهمت ازاي؟ وقال ان كان ابن عمتك، يعني لانه كان ابن عمتك، فانت ايه عايز تنحاز له يعني. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده اعتراض، ده يدل على انه كان اما فيه شعبة نفاق
او لم يكتمل ايمانه بعد، لان الذي يرد حكم النبي بهذه الصورة يدل على انه ليس كامل الايمان، لان النبي لا يحابي احد في الحق. دي صفات الانبياء كده، منزهون ان يحابوا الناس في الحق، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. النبي لا يدهن ولا يداهن صلى الله عليه وسلم، كذا سائر الانبياء، ولذا هذا الكلام كان لا يليق منه، فيدل على انه اما كان منافقا خالصا او فيه شعبه من نفاق. وبعض العلماء قالوا هو كان منافقا ونسب للانصار لانه كان قريبا لهم وكان منافقا خالصا، وبعض العلماء قالوا لا، ده كان مسلما الا انه كان فيه شعبه من نفاق لم يكتمل ايمانه بعد، والنبي صبر عليه. فلما النبي وجدوا بهذه الصوره حكم بقى الحكم بالعدل، يبقى النبي الاول حكم بالفضل فما عجبوش الفضل، فالنبي اعقبه وحكم بالعدل. قال له اسقي يا جبائي يا زبير حتى يشبع شجرك، ثم اطلق له الماء بقى، لا تسال عنه. فده بقى العدل، رده للعدل. يبقى الاول امره بالفضل فلم يعجب هذا الرجل، فالنبي بعد ذلك امر بالعدل. فالنبي لا يامر بالظلم، يعني مش قال للزبير بقى اظلمه، لا، ده النبي في الاول قال له تنازل يا زبير عن حقك، فلما لم يعجبه ذلك قال خذ حقك يا زبير. واضح؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، يعني يرتفع حول ايه؟ حول جذور الشجر، يعني خد كفايتك خالص حتى ايه؟ يرجع الى الجدر. الجدر اللي هو عارف انت لما بترفع ايه جدار بسيط كده من الارض حول الشجر وحول البستان عشان يحجز الماء، اهو ده اسمه الجدر. قال له ايه؟ احبس الماء حتى يرتفع الى الجدر، يعني خد كفايتك وزياده، وبعد كده بقى احبس لو ايه اطلق له الماء. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باب توقيره صلى الله عليه وسلم. والتوقير هو التعظيم، تعظيم النبي وتعظيم حرمته وتعظيم صفاته وسنته وما جاء به، وتعظيم أمته وتعظيم آل بيته والصالحين، كل ده منبثق من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وقر النبي لابد أن يعظم آل بيته ويعظم أمته ويعظم شريعته ويعظم أحكامه ويعظم سيرته وكل ما تعلق به صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده ربنا قال إيه؟ توقروه وتعزروه. توقروه يعني تعظموه، وتعزروه يعني تنصروه. باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. يعني من توقير النبي عدم كثرة سؤاله وإرهاقه بالأسئلة التي لا تليق أو التي ينبني عليها تحريم شيء سكت الشرع عنه، وأن هذا يؤدي إلى التضييق على الأمة. النبي أحيانا يسكت حتى لا يضيق على الأمة، ثم ينقب بعض الناس حتى يجعل هذا الأمر المسكوت عنه منصوص عليه، فإذا نص عليه ضاق الأمر. والنبي لا يريد أن يضيق على الناس ويكثر عليهم التكاليف والتشريعات، فكان يكره أن يسأل كثيرا، وكان يقول ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، حتى لا تكثروا التشريعات والأحكام على الأمة فتعجز. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم
كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعنه به قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام: ما تركتكم فإنما هلك ما تركتم. وفي حديث همام: ذروني ما تركتم، ما كان تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته، لأنه ضيق على الناس، والله أراد أن لا يجعل على المسلمين من حرج، وهذا الرجل الذي سأل فحرم من أجل مسألته شيء حرج على الناس فجعل ففعل خلاف مراد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معنتين معسرين. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما يعني إثما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليه من أجل مسألته. وعشان كده كان الصحابة أقل الناس سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. وعن أبي قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه، نقر عنه يعني بحث عنه بحثا حسيسا، وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا. وعنه به قال: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدام السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر بن شميل وقال الآخران: أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، يعني لم أرك اليوم في الخير الموجود في الجنة والشر الموجود في النار، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني بكوا الصحابة لما شافوا النبي بيقول هذا الكلام، أخذتهم الهيبة
والوجد والخوف، فغطوا رؤوسهم وبكوا حتى سمع صوت بكائهم كالخنين. الخنين هو صوت الغنة اللي يخرج من الأنف عند البكاء، وكثرة البكاء مع محاولة كتمه يسموه خنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. لأنه كان إيه؟ كان مشكوك في نسبه يعني. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعن أبي قال: وحدثنا. طبعا الحديث ده حديث مختصر لقصة طويلة، أن الناس أكثروا على النبي السؤال، فالنبي غاضب من كثرة السؤال فيما لا طائل، لدرجة اللي يضيع منه ناقة جمل يقول له: يا رسول ضاعت ناقتي ألاقيها فين؟ واحد تاني يقول له: أنا مش لاقي مفتاح بيتي ألاقيه فين؟ واحد تاني يقول له: أنا حطيت العباية بتاعتي ألاقيها فين؟ الله، إيه المسخرة دي؟ ده نبي هتروح تسأله في كلام فارغ؟ فالنبي غاضب، واخد بالك؟ وربنا كشف له الجنة والنار لما غضب، يعني ما ادخره الله لعباده المؤمنين وما ادخره الله لعباده المجرمين. فالنبي قال لهم ان انا شفت كده وشفت كده، وكأنها اقتربت منهم الجنة والنار. فسيدنا عمر خاف والصحابة خافوا وترعبوا وبكوا، واخد بالك؟ وكان واحد قبلها، يعني هنا السؤال ما فيهوش ترتيب، ده قبل كده قام رجل قبل ما النبي يقول الكلام ده قال له: من أبي؟ عشان كان فيه شك في نسبه، فهمت ازاي؟ فالنبي قال له: أبوك كذا. لحد ما جاء سيدنا عمر جسع على ركبه بقى وقال: يا رسول الله خلاص مش هنعمل كده تاني، حرمنا، رضينا بالله ربا والإسلام دينا، واسترضى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث له قصة طويلة، يعني دي لمحة منه. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده على سبيل إيه؟ على سبيل التحذير، مش على سبيل قوموا اسألوني بقى وأكثروا سؤالي. كأنه يعني كانوا الأول بعض الناس كانت بتسأل النبي بتمتحنه، بيشوفوا بقى بيعرف الغيب ولا لأ، بقى ده نبي بقى جايين يمتحنوا النبي. فالنبي على شكل قال: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم في مقامي هذا، يبقى معناه إن هو بيحذره، فهمت إزاي؟ زي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، تحذير، اعملوا ما شئتم، يعني مش على حل شعرك يعني، لا ده تحذير، يبقى أمر يراد منه التحذير، وأنهم أساءوا الأدب، فهمت؟ قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك. يبقى فهموا أن كلام النبي هنا كلام تحذير، يعني عشان كده بكوا وخافوا، فهمت بقى؟ يبقى كلام كان تحذيرا منه، قال يسيء أنهم إيه، أن بعضهم أساء الأدب. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر، فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا. وده يدلك على أن سيدنا عمر كان لماحا، فهم أن سلوني هنا النبي بيقولها غضبا ولا يقولها منهم طلبا أن يعلمهم،
بل غضبا من كثرة سؤاله. فهم؟ فهم سيدنا عمر لمح هذا المعنى فبرك عمر، يعني جلس على ركبتيه على سبيل الجثو، جثى على ركبتيه. بارك عمر فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني أمه بتقول له ده اسمه كلام، يعني سؤالك عن أبيك شك فيا، عايز تفضحني أمام الناس. في ابن يشك في أمه أمام الناس هكذا؟ ومن أبي؟ فهمت ازاي؟ شفتش اعق منك ابن. بس هو اللي خلى حذيفه كده، اللي خلى يعني حذافه يسال، انه كانوا بيعيروه عبد الله بن حذافه، عبد الله كانوا بيعيروه بنسبه، انه نسبه مشكوك فيه، على عاده الجاهليه الشك في الانساب. فلما لقى النبي يقول سالوني، والنبي يقول سالوني هنا يحذرهم. عبد الله بن حذافه ما فهمش اللي فهمه سيدنا عمر، فهم؟ فقال له: من ابي؟ يلا بالمره بقى، ما هو النبي يقول سالوني. فاهم ان بيقول سالوني يعني اسالوني، والنبي بيقول لهم سالوني يعني لا تسالوني، لا يليق بكم ان تكثروا السؤال على انبيائكم، كانه بيقول لهم كده. اللي فهم كده سيدنا عمر، لكن عبد الله بن حذافه ما فهمش، عشان تعرف ان الصحابه تتفاوت في الفهم، مش كلهم في درجه واحده من الفهم، فهم؟ قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية؟ ما كانوش يعرفوا أن الزنا حرام يعني، لكن كان يعرفوا أن الزنا ما يليقش بأخلاق الإحرار، لكنه ما يعرفوش لحرام ولا حلال أصلا، وكان جاهلية، فهم؟ بس الأحرار ما يليقش بهم أن يعزنوا كده، لأن الحر ما يحبش الخيانة، حبش يعمل حاجة يعني ايه تجلب له العار بسبب طبعه الحر، فهم؟ لكن حكاية ان الزنا يطلق عليه حرام او حلال، ده عايز تشريع، فهمت؟ ولم يكن نزل تشريعا بعد. خصوصا ان كان عندهم زواج اسمه زواج الاستبضاع في الجاهلية، كان عندهم نكاح اسمه نكاح الاستبضاع. يعني الراجل من دول يقول لمراته: روحي ضاجعي فلان عشان ايه تحملي منه واد يطلع شجاع كده علشان ايه ينفعنا. يستبدع منها من رجل اخر صفات كويسه، فهمت؟ يسموني كحل استبداع، دي عادات الجاهليه، جاء الاسلام ونهى عن ذلك كله، فهم؟ فقالت له: افرض يا اخي ان انا عملت حاجه من حاجات الجاهليه، عايز تفضحني امام الناس؟ ده انت عيل صحيح غريب، فهم؟ قال عبد الله بن حذافه: والله لو الحقني بعبد اسود للحقته. وطبعا ده غاب عنه حكم برضه، دليل ان عبد الله بن حذافه مش فاهم ان ماء الزنا لا ينبني عليه الحق ناس، ده دليل انه غايب عنه هذا الحكم ايضا، فهمت ازاي؟ يبقى في بعض الصحابه غير فقهاء، ما يعرفش الاحكام، فهم؟ لانه ماء الزنا لا ينبني عليه حكم نسب، فهمت بقى المساله؟ يبقى الاحكام قد تغيب عن بعض الصحابه، واضح؟ وعن ابي قال: حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبيد الله معه، غير ان شعيبا قال عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. وعن أبي قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني
قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. أحفوه يعني ألحوا وأكثروا المسألة إكثارا فيه إساءة أدب. يبقى دي معنى إيه؟ أحفوه بالمسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. يبقى بعضهم كان يسأله امتحانا له. فهمت بقى؟ فعشان كده النبي غاضب، تمتحنوني وانتوا فاهمين انا بكذب؟ فهم؟ ما يلقش. في بعض الطلبة كده يروح للشيخ يسأله سؤال امتحان وهو عارف اجابته، هذا لا يليق، سوء ادب، يحرم بركة الشيخ. هذا التلميذ اللي يعمل مع الشيخ كده يحرم بركة الشيخ ويحرم علمه. فهمت ازاي؟ فإياك إياك. فخرج ذات يوم فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا. أرموا يعني سكتوا، سكنوا، سكتوا وسكنوا. أرموا يعني سكتوا وسكنوا بالحركة كمان. ورهبوا وامتلأت قلوبهم إيه؟ هيبة من النبي. النبي كان كله هيبة ووقار. ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى، يعني يخاصم ويسب، كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. وده يدل على أنها موجودتان، الجنة والنار موجودتان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول لك اصل الجنة والنار لسه ربنا هيخلقها ليه دلوقتي، يعني ما احنا مش محتاجينها. حاجة غريبة الشيء ده، الزمن نسبي، ده انت في ماضي الزمان، ده انت في ماضي الجنة، ده الجنة في السماء السابعة سقفها عرش الرحمن، وانت عشان توصل للسماء السابعة وانت قاعد في الارض عايز تسافر ملايين السنين على ما توصل. فهمت ازاي؟ فانت بالنسبه لاهل الجنه في ماضي اهل الجنه السحيق. يعني لو 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 فرد جدلا ان كشفت لك الجنه الان لو وجدت اهل الجنه بيتنعموا فيه. فهمت ازاي؟ لان هتبقى انت سبقت ملايين السنين في المستقبل البعيد. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده اهل الجنه الان في الجنه، واهل النار الان بيتعذبوا في النار، واهل الدنيا الان في الدنيا بمكلفين، واهل القبور الان في القبور يسالوا. كله الان بيتم سبحانه وتعالى، لانه جعل الزمان يصعب من الغز الالغاز هي الزمان. ده الغز شيء خلقه الله هو الزمن. لان انت الزمن ده، طب قول لي اللحظه الحاضره ايه هي؟ تعرف اللحظه الحاضره؟ ما تعرفش. لان في لحظه الحاضره دي تبقى ماضي وانتهت ودخلت في المستقبل في لحظة. حتى وانت بتتكلم الحرف الاول بعد لحظة بقى ماضي قبل ما تكمل الكلمة، فضلا عن الجملة، فضلا عن العمل. فأي زمن تبحث عنه؟ الزمن عند الله حاجة واحدة. انت بالنسبة لك في ماضي وحاضر ومستقبل، بالنسبة لك انت يا مسكين يا ضعيف، لكن عند الله كله جاهد، كله حاضر. فهمت بقى؟ وعشان كده اهل الجنه الان في الجنه ينعمون. والنبي لما دخل الجنه لقى بلال ابن رباح ماشي فيها، ولقى سيدنا عمر قاعد في قصر جوه. فهمت ازاي؟ فاهل الجنه في الجنه الان، لان الجنه ليست في الارض. انت علشان تخترق السماء الدنيا، فالسماء التي تليها في السماء التي تليها محتاج كام ملايين السنين الضوئيه عشان توصل. طب ما انت لو اخترقت هذه السنين يبقى انت اخترقت حاجز المستقبل، فصار المستقبل بالنسبة لك حاضر. فهمت بقى المسألة؟ صار المستقبل حاضر،
النبي في الإسراء والمعراج سار كل المستقبل له حاضر صلى الله عليه وسلم، فشاف كل حاجة في لحظة. فهمت ازاي؟ فالزمان ليس خطا ولكن دائرة، مش خط انت ماشي فيه كده بحيث ايه كل شوية بدي ظهرك لحاجة عشان تستقبل. كانوا يظنوا الزمان كده خط، لا ده الزمان دائرة، يعني ما كان مستقبل لك فهو ماضي لغيرك، بل ما كان مستقبل لك الآن كان ماضي لك منذ لحظة، وكان مستقبل لك منذ لحظة، وهكذا. فهو كالدائرة. وعلاقة الزمن بالمكان بقى دي من ألغز الألغاز، رخ درجة ان اينشتاين مش ما بقاش عارف يسمي زمن، فقال لك زمكان، لان الزمن مرتبط بالمكان ارتباط وطيد ما تقدرش ينفصلان. فهمت ازاي؟ انتوا دلوقتي مش من ماليزيا واللي مش عارف من كرغستان واوزباكستان، وكل واحد احنا دلوقتي في القاهره اهو، دلوقتي بعد الشروق بقد ايه؟ يعني صلينا الفجر بقى لنا ساعه وشويه. طب في بلاد تانية لسه مستنيه اذان الفجر، وبلاد تانية بتصلي الظهر، وبلاد تانية بين الظهر والعصر، واحنا في كوكب واحد، فما بالك لو تركنا الكواكب بقى وروحنا لكواكب تانية. فالزمن في منتهى الالغاز الذي خلقه الله. المعتزلة ما يدروش يدركوا هذا، قال لك لا الجنة والنار مش مخلوقين الوقت. طب ليه يا معتزلي؟ قال اصل ربنا هيخلقها ليه واحنا قاعدين في الارض هنا، يعني هيسيبها فاضية؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة جدا. عايز يقيد قدرة الله على عقله. وبعدين بمرور الوقت اتضح ان مسألة الزمن دي مسألة عجيبة، درجة انك انت ممكن يتراجع الزمن، درجة انك انت لو ازدادت السرعة ممكن تشوف الماضي. شوف قد ايه؟ فالزمن نسبي بطريقة عجيبة. سبحان الذي خلق هذا اللغز اللي احنا عايشين فيه ومش مدركينه بالظبط، مش عارفين نحدده ولا نمسكه ولا نقيمه ولا نحطه في معادله. فسبحان الخالق بعد ده كله واحنا عاجزين عن شيء، حاجه عايشينها عايزين نحدد ان ربنا له جوارح وله مش عارف. شوف الهبل. اذا كان خالق الاشياء خلق اشياء لا تدرك وهي مخلوقه، فما بال الخالق؟ اتريد ان تدرك الخالق؟ ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. لكن على اي حال اهل السنه ردوا على المعتزله زمان، قالوا ما النبي عرض عليه الجنه والنار وشافها، يبقى الجنه والنار مخلوقتان. قالوا له كده بالدليل الادله دي، ما كانش لسه عندهم الادله العلميه بتاعه تفاوت الازمان من مكان لمكان وغير ذلك. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي كلاهما عن هشام حاء قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال جميعا حدثنا قتاده عن انس بهذه القصه. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.